الأصل كانت مدينة العرائش ما خصهاش تكون كتعاني من ديور بين قوسين كنسموه صفيح، أو كما قالوا الإخوة التهميش. مصطلح التهميش منين جاي؟ هاد الناس راه ما جاوش وقالوا حنا فرحانين نسكنوا براكة. براكة هي وصمة عار على كل مواطن ومواطنة، لأن زنقة أنا نعس تحت زنقة، راه هادي ما تدخلش في الراس في هاد العصر هذا. واحد نعس ما نهضروش على كل واحد في الناس، نناقشوا على البراكه. وهذه البراكه لان اغلبيه كيقولوا انها كتفبرك الجريمه وكذا، انا ضدهم. علاش؟ لان البراكه عطات اطور اطور، والفقر عطى اطور، عطى علماء وعطى فقهاء وعطى وعطى وعطى. العيب ماشي في البراكه، العيب في صيغه اخرى اللي كنعتبروا الناس البراكه انهم اصل الجريمه، وهذا خطا. شحال من فقيه خرجنا من براكه، وشحال من عالي، وشحال من هذا، وشحال من هذا. هذه عيوب كتصار في ما هو اجتماعي. انا ما نناقشوش هذا الموضوع بقدر ما نناقشوا الارض ديال الجنان البيضاوي والاحقيه ديال الناس في ارض ديال الجنان البيضاوي. تاسفت انا في السنه اللي فاتت او هذه السنه ديال 2019، لان ملي شفت الوثيقه ديال شهاده الملكيه الصادره على السيد المحافظ انها في ملك شخص خاص، ولكن طرحت واحد مجموعه دعاوى في المحكمه الابتدائيه العرائش. طرحت في الماده الاستعجاليه بطرد محتل بدون سند اللي كتدعي شنيه هي مؤسسه العمران، واللي دلات بشهاده الملكيه محفظه الارض في سميتها الارض ديال الجنان البيضاوي. واحد مجموعه ديال الاخوان ما بقيتش عاقل على سميتهم وسندتهم صديقي ربما، واحد مجموعه الاخوان طرد محتل بدون سند وحكمت المحكمه بالطرد ديالو. إذن هنا كنطرح موضوع جديد اللي ما تطرحش هنا في اللقاء، أن العمران هي اللي كتملك الأرض ديال الجنان البيضاوي. هذه نقطة كانت غايبة عليكم السي الشوكي، ولكن أنا ما عرفتش واش في خبركم ولا بخبركمش. وهنا أنا نقدر نقول لكم نساعدكم نجيبوا ديك الشهادة الملكية اللي دلت بها المؤسسة ديال لا ديال الجنان البيضاوي. الجنان البيضاوي بالضبط. لا الطرحات هذه دعوي كاينة، هذه موجودة. يعني كيفاش دارت العمران؟ نطلب الله نلقى الجواب، لان انا ما كنتش عارف، وهذا مشكل كبير مطروح هنا يعني للشعب. احيانا كنسمعوا جنان بيضاوي في سميت الدوله الدومين كما كنقولوا، احيانا في اسم شخص، هذا الشيء اللي كنسمع. الان دابا عندي انا معطيات بان في سميت العمران، الله اعلم غدا نسمعوا اسم. اذا هنا هالتدخل وهذا يعني كنقولوا شهاده التحفيظ، راه شهاده التحفيظ سميت واحد. هنا كنلقاو هالتضارب، وهنا كنشكك وكنقول ان كاينه شي حاجه اللي كنحمل المسؤوليه. وسمحوا لي للجمعيه ديالكم ما جريتوش، اسمحوا لي، ما درتو تعرضات، ما درتو تقييد احتياطي، ما درتوش كذا، ما درتوش كذا. هذا مشكل كما قال الاستاذ باسو. التحفيظ عنده مراحل ديالو، هاد المراحل قبل الناشط، قبل البورنيات، قبل هذا، كانوا اخوان جنان بيضاوي اللي هما كانوا مشبتين بالارض ديالو. حنا كنقولوا الحيازه سند الملكيه كما قال الاخ، 1963 خلق، اكثر من 20 اكثر من 30 سنه السند ديالك هو الحيازه. انت حائز، جات جهه تملكت وحفظت، وانت تما وما عارف. اذا سمحوا لي، انا كنحملكم شويه مسؤوليه، نعسوا.